احنا طال عمرك يا متعافين وصارت عندنا مشكله من ناحيه رمضان. اي فلعله انتم اثنين رمضان وحنا الظاهر كملنا 31 شعبان. 31 شعبان؟ 31 شعبان يا شيخ. اوه يعني احنا صمنا يوم الاثنين. أي. انتم صمتوا يوم ليس يوم الثلاثاء، نعم يوم الثلاثاء او الاربعاء، نعم. اي صار يعني عند يعني المفروض شعبان يكون 30 ما شفنا القمر، فمفروض بكره يصير رمضان ولعلهم صاموا يا شيخ، لعلهم ما صام، فما ادري. احنا الان كملنا 26 يوم، هل هو يعني يجب علينا؟ طيب انتم متى عيدتوا؟ عيدنا تقريبا والله ما ادري بالضبط، لكن يعني احنا عيدنا يوم الثلاثاء، انتم متى عيدتوا؟ عيدتوا الأربعاء عادي. أي. فتكونون صمتم كم؟ صمتم 29 يوم. 26 يوم. 26؟ لا 29 يوم. 29 يوم. أي. أي. طيب الذي يظهر والله أعلم أنه يلزمكم قضاء يوم، لأن لا يمكن أن يكون شعبان 31 يوم بأي حال من الأحوال، وصيامكم ليوم الثلاثاء هو مكمل لرمضان 29 أيضا، فحتى لو اعتبرنا الثلاثاء مثلا بالنسبة إليكم عيد فهو لا يصح القضاء في يوم العيد. فلا يصح، فليظهر أنه يلزمكم قضاء يوم واحد، وعسى الله أنه يقبل منا ومنكم ويعفو عنه.